رسميا يا بلال، رئيس الوزراء وصل إلى مدينة الموصل صباح اليوم، زار خلال الساعة الأولى المصابين في المستشفيات في داخل مدينة الموصل، والآن قبل دقائق من الآن أو يعني يمكن ما وصل بعد، يعني الطائرة متجهة باتجاه قضاء الحمدانية، سيزور في الدقائق الأولى مكان الحادث. من المؤمل أن يتم الإعلان عن قرار وحملة تنفذها الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع الدفاع المدني والبلديات في جميع المحافظات لمتابعة القاعات والمباني وحتى المدارس الحكومية والمشافي الحكومية التي أنشئت بمواد قابلة للاشتعال تلافيا لحدوث كارثة مثل التي حدثت في الحمدانية وقبلها في مستشفى الحسين ومستشفى الصدر. شعبيا في قضاء الحمدانية المدينة توشحت بالحزن يا بلال يا أريج، يعني في كل زقاق، نحن تجولنا صباح اليوم في أزقة الحمدانية، في كل زقاق هناك مجلس عزاء، الدموع غالبة على الجميع، يعني المدينة حزينة، خاصة أن هذه المدينة نتكلم عن لا تتجاوز نفوسها 40,000 نسمة، يعني بالتالي كل شخص فقد عزيز أو قريب عليه أو حتى صديق يا بلا. زين، أريد أعرف من حضرتك، إحنا صح الموضوع بعد التحقيقات بس أكو تساؤلات هواية، يعني يا ريت تطلعنا على بعض من الإجابات إذا أنت قريب عليها. الحادث هذا صار بسرعة وبتفاصيل، وكأنه الموضوع يعني صعوبة خروج الناس من القاعة، يعني الوقت اللي صار به يعني 100 شخص يبقى ما يقدر يطلع، يعني شيء يعني ما يدخل للعقل، ليش ما قدروا يطلعون 100؟ يعني مو رقم قليل، اكثر يعني احنا نعم. دا نتكلم على 200 حاله اصابه، فاحنا دا نحكي بال 300 واكثر. لا بس هذول ال 100 اللي ماتوا ليش ما قدروا يطلعون؟ 100 شخص مو قليل. نعم بلال، يعني راح اعطيك المعلومه، قبل دقائق صرحت مديريه الطب العدلي في نينا و دكتورة شهد عارف أن الأعداد وصلت إلى 100 حالة وفاة وأكثر من 150 حالة إصابة، 39 جثة منها مجهولة الهوية بسبب تفحم هذه الجثث. بالإجابة على سؤالك يا بلال، القاعة ليس فيها أي مخرج طوارئ، هو باب واحد فقط اللي يدخل منه نفس العرسان هو يخرج منه الناس، يعني هذا اللي شاهدناه نحن، يعني أي باب ثاني مخرج طوارئ أو حتى إذا كان باب صغير لا يوجد في داخل القاعة. الدفاع المدني يعني بعد الحريق ب20 دقيقة تقريبا وصل إلى مكان الحادث، لكن وجود مواد يعني التي أنشئت منها القاعة السندويتش بانل لم يسعف الدفاع المدني في السيطرة على الحريق. الدفاع المدني في قضاء الحمدانية أرسل عجلة واحدة نفذ منها الماء حتى وصلت التعزيزات من الأجهزة الأمنية وبقية التشكيلات، كان الحريق قد التهم القاعة وحوصر النساء والأطفال والرجال داخل القاعة. الحريق يعني خلال دقائق يا بلال نشب في كل أرجاء من القاعة، في كل جزء القاعة احترقت بالكامل، إضافة إلى ذلك أن السقف بدأ يصب النار لكون هناك سقوف ثانوية بلاستيك، هذا يعني النار التهمتها بسرعة فبدأ يسيل على المحتفلين وأدى إلى إصابات. هناك أيضا حالات وفاة باختناق بسبب الدخان والإرباك الذي حدث داخل القاعة. نحن نتحدث عن قاعة غالبية المحتفلين فيها هم من النساء والأطفال يا بلال، فبالتالي يعني هناك ارتباك حدث كبير عند حدوث الحريق أدى إلى صعوبة خروج المحتفلين من داخل القاعة. التحقيقات أيضا أشارت إلى ذلك، يعني عدم وجود حتى منظومة إطفاء داخل القاعة، هي إطفائية واحدة فقط يعني اللي نستخدمها بالسيارات، هذا اللي وجد الدفاع المدني في القاعة. صاحب القاعة فر لحظة الحريق إلى أقليم كردستان، إضافة إلى العاملين يعني كل ذهب إلى جهة مجهولة حتى تم إلقاء القبض عليهم يوم أمس. أريد نعرف من عندك قاسم حالة المصابين داخل المستشفيات الآن.
وكيف معالجتهم بعد أن تم تدخل كثير من المحافظات منها بغداد وكركوك وأربيل بالمساعدات الطارئة؟ يا أريج، يعني المصابين حالتهم حرجة عموما، هي الحروق عندما تبلغ أكثر من 20% فتحتاج إلى عناية مركزة. مستشفيات الموصل في الأيام العادية، يعني خلينا نقول، هي ما تقدر تهيئ عناية مركزة لمجموعة أشخاص، فكيف مثل هذه الكارثة؟ فبالتالي أقليم كردستان استقبل تقريبا 60 حالة في أربيل و 30 حالة في دهوك. هذا ساعد على التخفيف عن العناية المركزة. عموما المصابين الآن وصلهم الدعم، العلاجات وصلت من وزارة الصحة وبقية المحافظات التي تبرعت بالعلاجات، إضافة إلى هناك تكاتف شعبي حدث لحظة الحريق. يا بلال ويا أريج، هناك يعني شباب هبوا إلى مصارف الدم لتبرع بالدم، إضافة إلى جمع أموال من أجل شراء علاجات. هناك أصحاب مذاخر وعيادات تبرعوا بعلاجات للمستشفيات لمعالجة المصابين والجرحى. عموما يعني قد خلال الأيام المقبلة لا سمح الله قد نشهد ارتفاع في حصيلة الوفيات نتيجة الحروق البالغة التي تعرض لها بعض المصابين.